السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن تصدق ما فعله مناصر جزائري من أجل اقتناء تذكرة مباراة الجزائر الكاميرون، وهذه هي التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. صنع أحد مناصري المنتخب الوطني اليوم الأحد الحدث من أمام ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة خلال سعيه لاقتناء تذكرة المباراة الفاصلة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمناصر غمر بحياته لتخطي الحشود والتقدم لشراء تذكرة المباراة. كما ظهر هذا المناصر وهو متشبث بجدار متجها نحو أكشاك بيع التذاكر، متجاوزا بذلك الحشود الغفيرة. ويذكر أن عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون انطلقت صباح اليوم الاثنين ولقت إقبالا كبيرا من أنصار الخضر.